تطوان، تطاون أو تطاوين، الحمامة البيضاء، تلكم المدينة الضاربة في جذور التاريخ والأصالة. عبر فضاءاتها يفوح عبير الأندلس، فالمدينة لوحة معمارية تأسر بجمالها لب زائريها. كما تعتبر هذه المدينة الساحرة محضنا للمبدعين بشتى صنوفهم واختلاف تناوينهم. معرض رؤى كان مناسبة لمد جسور التواصل بين مختلف مكونات الجسم التشكيلي المغربي، وكذا بين الجمهور الوافد على هذا الرواق التراثي الذي يحمل اسم أحد أعلام الفن التشكيلي العالمي ماريانو بيرتوتشي. تعتبر مدينة تطوان من أهم كذلك الأوعية الثقافية على الصعيد التشكيلي، وذلك يعني لتواجد العديد من الأروقة التشكيلية بها، مثل رواق متحف أو مركز الفن الحديث، ورواق المكي مغارة، ورواق بيرتوتشي الذي يحتضن هذا المساء هذه الكوكبة من تشكيليين المغاربة الذين نفتخر باستقبالهم اليوم في مدينة تطوان. وهذا المعرض يجسد الغناء الفني الوطني بغناء مختلف التجارب المعروضة في هذه المعرض الذي نتمنى له الاستمرار وليصبح فعلا أحد يعني المواعيد الثقافية القارة بهذه المدينة. وأغتنمها مناسبة لأنوها بالعمل الدؤوب لمنظمة World Art Game التي تشترك مع المديرية الجهوية في تنظيم هذا المعرض، وكذلك أغتنمها مناسبة لأتقدم بالتحية إلى كافة الفنانين المشاركين في هذا المعرض الذي نتمنى له النجاح والتوفيق. المعرض هو كيجي في اطار الانشطه السنويه اللي كتنظمها منظمه الالعاب الفنيه العالميه فرع المغرب. فالمنظمه هي منظمه عالميه، المقر ديالها كيجي في دوله جمهوريه كرواتيا، كتضم 62 دوله. هذا المعرض الثاني اللي كنظموه في المغرب في اطار ظرف واحد تقريبا واحد 6 شهور ولا 7 شهور. الاول كان في مدينه طنجه سميتو ايفازيون، وهذا سميتو رؤى، وهو كيضم واحد المجموعه تاع الرؤى ديال واحد المجموعه ديال الفنانين اللي من المغرب. كاينين فنانين من فاس، كاينين فنانين من مدينه تطوان، واللي كيقدم لنا واحد الرؤى الفنيه ديالهم حول الفن، حول التقنيات والخامات اللي كيوظفوها، وايضا الطريقه ديال الاشتغال، الطريقه ديال التعامل ديالهم مع الخامات. ديالي كتجي في اطار المعرض الجماعي رؤى اللي كتنظمو المنظمه العالميه للالعاب الفنيه فرع المغرب. بالنسبه للطريقه الاشتغال ديالي، كنشتغل على التضاد في الالوان. وعلاش هذا الشيء التضاد في الالوان؟ لان يعني هذه الفكره جاتني يعني مسوحه يعني من الواقع المعاش. كاين يعني التضاد، يعني كاين الاستقرار وعدم استقرار، يعني كاين الخير وكاين الشر. وبالنسبه للتكنيك ديالي، تنخدم بمواد وبقايا من المحيط، يعني كنستعمل مواد طبيعيه يعني الجير والاسمنت احيانا، كنستعمل يعني الاوراق من الجورنو.
لنا الشرف باش اننا كنشاركوا مع World Art Game في مدينة سطوان مع فنانين شكلين من فاس، من مدينة فاس مدينة سطوان. وهذه ماشي مشاركة ديالي الأولى، بل كنشارك في عدة معارض جماعية، في كل مرة تحت لي فرصة مع كل الجمعيات. بالنسبة للعمل ديالي فارتبط أولا بسلمة العمل كثير ديالي الأولى من الموروث الفني الثقافي، ثم صرت أبحث عن أشكال تعبيرية، تعبيرية واقعية، تعبيرية جريدية. وهذا كما كتشوفوا لوحات اللي كنشارك بهم اليوم. Le Maroc est mon pays natal et je vis à Paris dans le 20e et je suis artiste peintre. Et je ne suis pas venue au Maroc, je suis arrivée il y a 4 mois, je suis repartie et je reprends contact avec le Maroc en fait. Le Maroc c'est mon sang, c'est mes veines, c'est mon cœur, c'est mes tripes. Toutes les couleurs que je mets sur mes toiles, c'est sur elles. Mais ce que je veux dire et où j'ai été très très surprise et très émue, c'est de rencontrer tous les artistes, enfin un grand nombre d'artistes marocains, surtout sur Tétouan. Et j'ai été subjuguée, vraiment subjuguée. Il y a un patrimoine culturel dans ce pays qu'il faut absolument aider, qu'il faut absolument soutenir. On a des talents et je suis absolument persuadée que l'art international aujourd'hui va partir du Maroc, de l'Afrique. Et nous sommes ici les précurseurs pour les années à venir. المشاركة الفنية كتندرج في إطار عمل جماعي كيتمثل في مجموعة ديال الفنانين من مدينة فاس ومدينة تطوان اللي سمينا أو اللي خدينا كاسم ديال المعرض، معرض كعنوان رؤى. وهذا المعرض كيجمع مجموعة ديال الفنانين كيشتغلوا في اتجاهات فنية مختلفة. والعمل بالنسبة للعمل ديالي كنحاول نشتغل على أشياء مهملة متلاشيات وكنحاول نوظفها بحلة جديدة بصيغة جديدة، أعمال فنية كنحاول نطبعها بواحد اللون أو كنحاول نعطيها واحد اللون بني. وهاد الأعمال هذه في حد ذاتها كتندرج في أشياء اللي يعني كنعيشوها في الواقع المعاش ديالنا، في الحياة اليومية ديالنا، أشياء اللي في العلاقات الإنسانية وفي المسائل اللي يعني كنعيشوها في الحياة ديالنا العامة. المشاركة هي مشاركة مثلا فيها شراكة، إذا نسميوها شراكة، بين واحد مجموعة الفنانة اللي هما مثلا من المغرب، مدينة فاس، تونات، مراكش، تطوان، يعني واحد العدد، واحد الخليط، واحد مجموعة الفنانة. هذا كيخلق واحد الزخم فني احنا محتاجين ليه، وخصوصا مدينة تطوان، مدينة اللي عندها واحد السبق فني، عندها يعني تقدر تقول هي الرائدة، يعني بلا يعني تحيز، رائدة، نظرا لأن أول مدرسة في المغرب مدرسة مدينة تطوان، الفنون الجميلة تطوان اللي هي تبنات في عام 45، وكانت أول مدرسة، يعني هذا هو المنطلق للفن. نود
نودع المعرض الجماعي لنحط الرحال بمرسم الفنان التشكيلي مراد بن حقة. هذا الأخير تشرب الفن منذ نعومة أظافره فأحب الريشة واللون والصباغة. عود على بدايات هذا الفنان. الابداع ماشي كيتعدل بقدر ما هو كيكون في الواحد. بغيتي واخا تبغي مثلا اجلو او شي حاجه انه كيخرج بوحده وكيهرس ديك الحواجز الى اخره. لهذا والبدايه نقدروا نسميها انا البدايه لان الحاجه اللي حدث وهو اننا مثلا حنا كنا في الصيف كنستمتعني كنمشيو للبحر بزاف وكنو تقريبا الصيف كامله في البحر. المجال كان مفتوح اننا شنو كنا كنعملوا وكان عندي واحد التاثير بالاخر ديال الكبير كنا كنعملوا ديك النحت في الرمله. هذه نقدر نقول ان البدايه اللي بقات راسخه في الذاكره ديالي بواحد القوه اننا كنا كنجتهدوا لدرجه ان حتى بدينا كنعملوا مباراه مع بعضنا حنا ومع الولد خالتي وواحد المجموعه ديال العائله كنجيو كنعملوا واحد الدائره وكنعملوها دائره مغلقه وكل واحد كيعمل عمل حتى اصبحنا كيجي شي واحد ويحدد لنا العاب من قوه بدينا كنكتسبوا المهارات ان بدا كيحددنا اخر كيقول لك مثلا عمل لي الفيل صور التمساح. ولحسن الحظ ان طنجه كانت في ديك الفتره الستينات والسبعينات كانت مزدهره من ناحيه السياح يعني كان واحد الخليط امريكان كنديين كانوا كيجيو وكانوا كيشتغلوا بهذه الطريقه هذه كل واحد كيشبر طرف ديال الارض ديال الرمله وكيعمل وكان ديك الشيء مبهر يعني كان واحد الاتقان هذا واحد التاثير انا بقى راسخ في الذاكره ديالي بزاف نقدر نسميه انا البدايه. هذا انا كنت باقي في 7 سنين 8 سنين 9 سنين. انا خدمت في واحد فتره كنت كنشتغل ما كنتش كنحدد كنشتغل وفقط يعني لكسب المهارات قدروا هذه يعني هذه الحاجه الاوليه باش الواحد كيعرف انه يعني كيصبح كيتحكم في الماده كيصبح كيخدم باي حاجه كتظهر جديده سواء الصباغه القلم الرصاص اكواريل الالوان المائيه يعني اي حاجه الالوان الشمعيه الباستيل كاملين خصك تخدم بهم باش كتكتسب وكتدوميني يعني كتمكن من ديك الحاجه. هذه من واحد الناحيه. من بعد بدا الواحد كيعرف ان بدا كيسقل الموهبه ديالو بالقرايه والدراسه وهذا بدا كيدخل شويه اكاديميك بدا الواحد كنشتغل. بديت انا بالواقع واحد النوع ديال الواقعيه نسميها الواقعيه العاديه البسيطه يعني كنقل واحد هذا نقل تقدر تقول واحد النقل بسيط مجرد يعني فحال اللي كتظهر المكانه ديالك والمهاره ديالك بغيت تقول من الاخر انا متمكن. هذا هو النوع ديال الاجتهاد هذا هو النوع يعني الاسلوب الاولي بالنسبه للتعاطي ديالي مع العمل الفني. من بعد بديت كنحاول ما امكن ندخل ديك الواقعيه مع التعبيريه بدا كيوقع واحد النوع ديال المج بالحق مضبوط يعني ماشي عفوي كتضبط شنو كتعمل رغم ان هي باقي في ديك البساطه ديال الواقعيه بحق واحد الواقعيه اللي هي مثلا مضبوطه عندها ضوابط محدده لا من ناحيه الشكل ولا من اختيار ديال المواضيع وغالبا انا اميل لديك المواضيع المنسيه في المجتمع. من السمات البارزة في تجربة الفنان التشكيلي مراد بن حقة هو اشتغاله على مواضيع التراث أو مواضيع الهامش المتخلى عنها في محاولة منه إلى لفت الانتباه إليها ورد نوع من الاعتبار لهذه التيمات المنسية. ديك الأعمال اللي هي مثلا كتكون متخلى عنها كنعيشوا معها يوميا من كثرة ديك الألفة اللي كنعيشوا معها حتى كتصبح ما كايناش ما عندناش مثلا الناس عايشين معنا عايشين في وسط المجتمع كاينين حاضرين غائبين مغيبين. علاش مغيبين؟ من كثرة شفناهم بزاف الناس اللي مثلا اللي كيعاني واللي واحد العدد يعني ما غاديش غنسميه معروفين صباح بنادم صباح الواحد بحال اللي تخلف الذاكره ديالو. انا كنعمل ديك الاحياء نقدر نسميه كنعمل ديك الاحياء وديك المراجعه ديك اللقطات هذوك كنعملهم كنزدهم في اللوحه كنزدهم واحد في اللوحه واحد المكان اللي كيستحقوا بحال يعني اعاده الاعتبار ناد المتخلى عن هذا.
التجريديه انا كنسميه فحال واحد الملاعبي هذه الرياضه. الرياضي ما يمكنش يجي ويعمل يدخل النهار الاولى غير يلعب واحد المباراه يعني رسميه. الفن نفس العقديه ديال الفنان ان واحد الرياضي خصو يعمل واحد بشحال ديال قد السخينات والتقنيه ديال الاستاذ المدرب الى اخره عاد كتجي المباراه الرسميه خصو يكون واجد فيها. انا عبد الله بخارنا التجريد كيجيني فحال واحد عفوا كيجيني فحال واحد التسخين كتجيني واحد اللحظه كنعمل القضيه كندخل نعمل اسلوب التجريد فحال تطوير واحد التدريب يعني واحد الاسقاطات واحد مجموعه الاسقاطات كتكون عندي محبوسه كخصني نشوفها. كنخدم واحد مجموعه الالوان واحد مجموعه لي ماتير كندخل عدد ندخل الرمال كندخل الخيط كندخل واحد العدد ديال هذا عندي فحال ما نقدر نقول واحد التمرينات والنف نفس دائما في وسط الاطار اللي هو مثلا مضبوط يعني دائما يعني تجريدي. بالنسبة للأستاذ مراد بن حقة واحد الإنسان اللي باش يمكن لي نهضر عليه لابد أن أستحضر الماضي ديالو شيئا من الماضي نظرا لأن هذا الفنان مراد بن حقة كان دائما ملعب بالمسرح وبأشياء أخرى من غير التشكيل وخصوصا كذلك حتى الموسيقى كان كيشتغل على الموسيقى وكان كيشتغل على أنماط مختلفة إبداعية. بالنسبة للتجربة ديالو هي تجربة رائعة في مجال التشكيل يشتغل حول أعمال واقعية مأخوذة من واقع ديال مدينة تطوان كذلك يشتغل على المدرسة التجريدية كيدير واحد البحث خاص ديالو في التجريدي. نقدر نقول بأنه إنسان عنده تكوين أكاديمي جيد بامتياز فيما يخص الدراسة الأكاديمية اللي قام بأنه تم أنه خدا الشهادة ديال المدرسة الوطنية للفنون الجميلة سنة 1988 شعبة التصوير. سي مراد نشيط دائما واحد الانسان اللي هو محبوب من طرف في الوسط ديال مدينه تطوان الفنانين والمثقفين دائما كيعطيوه واحد الاعتزاز واحد نظرا انه كيعاون كيتعامل عنده واحد الصوت جميل داخل المجتمع الثقافي ديالنا داخل المنظومه الثقافيه. انا استحضر واحد القول واحد الجواب على واحد الصحفي الفنان بن يوسف سقسى واحد الصحفي وقال له واحد الهضره واحد الجمله هذه انا بقات عندي فحال واحد مستملحه وحلوه. قال له كيفاش كتعيش ما بين اشبيليه وتطوان؟ الفنان الصحفي سقسى بن يوسف قال له الفنان بن يوسف الله يطوله في العمر امتيني قال له كيفاش كتعيش في اشبيليه زعما كيفاش واش كاين شي تناقض؟ قال له انا اشبيليه اسكن فيها كمدينه اما تطوان تسكنني يعني تطوان تسكنني. حنا الناس اللي عشنا في تطوان خصوصا في الاحياء القديمه جامع الكبير مطامر سيدي علي بن الريسول واحد مجموعه هذا ما يمكنش يمشي الواحد يمشي تطلع يعني اقصى بلدان العالم ما غيرتاح حتى يجي يدخل تحت ديك الاقواس بمدينه تطوان ويشم ديك الرائحه بمدينه تطوان القديمه بديك اللي كيعدلوا السفنج ديالها بالخرازين ديالها باللي كيعدلوا هذيك سبحان الله العظيم كتبقى بحال ديك الخرجه من الرحم الاولي كتبقى ديك الرجوع ليلو عندك واحد الحنين ليلو عجيب ترجع له.